انتوا عندكم ميزه بقى الرجاله، ولا بقى فساتين ولا مكياج ولا شعر ولا كورسيه ولا الحاجات دي خالص، اضرب القميص الكتان وانا بقول لك ولا ميك. يا سلام لو انتوا تعملوا كده والله هتبقى الحياه لطيفه نفسنا، بس انتوا مش هترحمونا بقى. ليه بالعكس هتقولوا علينا مش مهتمين بنفسنا وسايبه نفسها ومعقول بتيجي كده؟ البساطه جمال صح، بس انتوا تقتنعوا والله لها جمالها والله. بس انت لو قدامك اتنين ستات، واحده مهتمه بنفسها ومتقندكه على الاخر وحاطه ميك اب ولابسه كعب، هي تعبانه ومرهقه، هتبص لها هي اكتر او هتهتم بيها اكتر او هتبدي اعجابك بيها هي اكتر، ولا ست بسيطه ومش مهتمه قوي؟ مين تلفت نظرك اكتر؟ اللي مليانه حيويه وسحر ان كانت لابسه ايه وعامله ايه. جواب ذكي جدا، شفتي هرب من الاجابه. لا دي حقيقه، حقيقه والله فعلا. انا بشكل عام في الحاجات كلها، مش بس في الستات الحلوه، في اي شيء الابسط اللي اقرب للطعم الحقيقي انا بروح له. يعني احنا نهتم اكتر بالحاجات اللي ليها علاقه بالروح والاداء، ونبعد عن الحاجات اللي بنعملها في نفسنا. لا نعملها، بس نعملها بابسط بشكل ما يعملش الدوز عليكم وما يصعبهاش عليكم. يعني سهلوا على نفسكم الامور يعني.